بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، نستأنف درسنا لهذا اليوم من الوحدة الأولى الموارد والأنشطة الاقتصادية. عنوان درسنا لهذا اليوم ثالثا تربية الحيوان وصيد الأسماك. أهداف درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس يكون قادرا على أن الهدف الأول يعدد أهم أنواع الثروة الحيوانية. الهدف الثاني يعرف أهمية الثروة السمكية. الهدف الثالث أن يعرف المشكلات التي تواجه حرفة صيد الأسماك. الآن عزيزي الطالب، تعال معنا لنتعرف على أهم أنواع الثروة الحيوانية. أولا الأبقار، حيث تعد الأبقار المصدر الرئيس للحوم والألبان بمنتجاتها المختلفة لغالبية سكان العالم، حيث يمتلك العالم حوالي 1.5 مليار رأس من الأبقار في عام 2017. إذن الأبقار هي المصدر الرئيس للحوم والألبان بمنتجاتها المختلفة لغالبية سكان العالم. والآن عزيزي الطالب، تعال لنتعرف على أكثر دول العالم إنتاجا للأبقار حسب إحصائية عام 2017، حيث نشاهد في الشكل أنه الصين هي أكثر دول العالم إنتاجا للأبقار، وأيضا تأتي في المرحلة الثانية البرازيل، والمرحلة الثالثة الولايات، وهكذا إلى أن نصل إلى دولة السودان حيث تملك 3 مليون رأس من الأبقار. والآن عزيز الطالب، نأخذ النوع الثاني من الثروة الحيوانية ألا وهي الأغنام. تربى الأغنام في مناطق كثيرة من العالم للاستفادة من لحومها وألبانها وأصوافها، حيث بلغ عدد الأغنام في العالم حوالي 2.5 مليار رأس في إحصائية عام 2017. إذن الأغنام تربى في مناطق كثيرة من العالم لاستفادة من لحومها وألبانها وأصوافها. والآن عزيزي الطالب، نتعرف على أكثر دول العالم إنتاجا للأغنام حسب إحصائية عام 2017، فيتبين لنا أن الصين هي أكثر دول العالم للأغنام، وأيضا تليها أستراليا، وبعدها تركيا والهند. الدواجن، بلغ الإنتاج العالمي من الدواجن 120.4 مليون طن لعام 2016، حيث لجأت معظم دول العالم إلى التوسع في تربية الدواجن، وذلك لتعويض النقص في اللحوم الحمراء وتأمين ما يحتاجه المستهلك من البيض. نأتي الآن أعزائنا الطلاب إلى صيد الأسماك
ونأخذ منها أهمية الثروة السمكية. أولا، تعد مصدر غذاء مهما للإنسان، غنيا بعنصر البروتين. إذن أهمية الثروة السمكية تعد مصدر غذاء مهما للإنسان، غنيا بعنصر البروتين كما موضح في الصورة. من الأهمية الأخرى للثروة السمكية هي تعوض النقص في اللحوم الحمراء، تعوض النقص في اللحوم الحمراء الذي يقصد بها لحوم الأغنام والأبقار، فتعوض هذه الثروة السمكية في النقص من اللحوم الحمراء. أيضا من الأهمية الثروة السمكية هي تساعد على قيام العديد من الصناعات مثل صناعة حفظ وتعليب الأسماك، تساعد على قيام العديد من الصناعات مثل صناعة حفظ وتعليب الأسماك. وأيضا أعزائي الطلاب، من أهمية الثروة السمكية هي تستخدم كدقيق للأبقار وسمادا للأراضي لاحتوائها على كثير من المعادن كما موضح في الصورة. يستخدم الأسمدة لاحتوائها على كثير من المعادن بعد أن تستخدم كدقيق للأبقار. خامسا، تستخدم أيضا في صناعة زيوت الأسماك، تستخدم في صناعة زيوت الأسماك حيث تعتبر غنية جدا بالمواد الغذائية المهمة لتزويد الجسم بالفيتامين. والآن أعزائي الطلاب، نتعرف على الإنتاج العالمي من الأسماك. نلاحظ في الشكل التالي الإنتاج العالمي من الأسماك، حيث تعتبر الصين هي أكثر الدول إنتاجا للثروة السمكية كما موضح في الصورة أو الشكل البياني المبين أمامك. والآن عزيزي الطالب، بعد أن عرفنا أهمية الثروة السمكية، هناك بعض المشكلات التي تواجه حرفة صيد الأسماك. من هذه المشاكل التي تواجه حرفة صيد الأسماك هي أولا التلوث البحري. يعتبر التلوث البحري من أهم المشكلات التي تواجه حرفة صيد الأسماك، حيث الأوساخ الموجودة والتلوث الموجود في البحار يمنع من نمو الأسماك بصورة صحيحة، ومما يؤدي إلى موتها. هذه المشكلات التي تواجه صيد الأسماك هي مخالفة بعض الصيادين للقوانين والتشريعات التي تقرها الحكومة لتنظيم عملية صيد الأسماك، ويسمى بالصيد الجائر، حيث يقوم الصيادون بصيد الأسماك في غير مواسمها، مما يؤدي إلى مشكلة في نمو الأسماك وتكاثرها كما موضح في الصورة التالية. والآن أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات قسم الدراسات الاجتماعية.